حبايبي جريد 6 فيرست تيرم 2024، تعالوا كده مع بعض نشوف حاجه جديده. الراجل ده مديني شويه نمبر اشكال، بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج ان انتجر. فاحنا اتفقنا الانتجر اهم حاجه ما يكونش ديسابل، يعني ما يبقاش عنده بوينت. بوينت ما ينفعش اهي، ما ينفعش يبقى فراكشن، ما ينفعش يبقى ميكسد. انا لما اروح اذاكر اقول كده، الانتجر ما ينفعش ميكسد، ما ينفعش، ما ينفعش. حلو، استنى بقى بس. طب انا فراكشن، استنى، ما انت ممكن تبقى حاطط ماسك، لو شلت الماسك ما تبقاش فراكشن. 9 اوفر 9 الله، ده الفراكشن مش، فانت تنفع انتجر؟ اه. طب معلش نقول تاني يا مستر، يا زيرو انت تنفع انتجر؟ اه. طب يلا، هل عشان لقيتها فراكشن احكم عليها على طول ان هي نوت انتجر؟ لا. اقول له استنى. عارف حبيبي انا بستغرب، بس معلش، اصل يا بابا هو ما وقعش في الشارع فكان ممكن نستنى. يا عم انا مش زعلان صدق. تعالوا حبايبي نكمل علشان درس الانتجر فيه افكار وليس حفظ. حضرتك كل حاجه فهم. طيب يا مستر، لما الراجل ده يقول لي السمولست ناتشورال، اقول له استنى، الناتشورال دي ايه هي؟ انا افكر نفسي لازم اشرح، لازم اتكلم. الناتشورال اللي هي 0 1 2 اند سو اون. ابتدي بقى دلوقتي بعد ما كتبتها، مين السمولست؟ انا بشرح وبعدين احل. بعد كده قال لي سمولست كاونت، اقول له استنى ايه هي الكاونت؟ 1 2 اند سو اون. دلوقتي بعد ما كتبت مين السمولست؟ اهو هو ده بابا، اسمها طريقه الحل. طب تعال نشوف حاجه كمان، سمولست بوزيتيف، اقول له استنى هما البوزيتيف مين؟ البوزيتيف هما الكاونت، يعني اللي هما دول. مين السمولست؟ احل فين؟ تعال بقى معايا، جريتست نيجاتيف، استنى هما مين النيجاتيف؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 اند سو اون. كل ما برجع بعمل ديكريز بقل، يعني النيجاتيف 1 سمولر نيجاتيف، النيجاتيف 2 سمولر نيجاتيف 1. يعني يا مستر ده اصغر من ده؟ ايوه. لو حطيت نيجاتيف 10 يا نيجاتيف 10 انت لست نيجاتيف 1 اصغر منها؟ ايوه. يبقى لما اقول لك جريتست نيجاتيف هتقول لي مين؟ 1. برضه تاني ممكن، بس قبل ما نجاوب اهدوا اهدوا وفكروا، مش بفرح بالرد بسرعه. طيب تعالوا بقى نفهم الحته دي، سمولست نون نيجاتيف، اقول له لا يا حبيبي انت بتقول نون، هنا بقى الكلام اختلف، لازم حضرتك تحفظ النمبر لاين ده. طب تعالى يا مستر نقول النمبر لاين ده في النص، في الميدل مين؟ وامشي على الرايت في 1 2، مش كده؟ اسمع وتعلم. لما ابدا من ال1، لما ابدا منين؟ وطلعت افتر ونيكست وكمان بعمل فورورد، يبقى دول البوزيتيف. لما اقول لك نون نيجاتيف، استنى بقى، النيجاتيف اهو، يبقى انت من نيجاتيف 1، اصبر يا بابا، من نيجاتيف 1 انا النيجاتيف. بص بقى، لما اقول لك نون نيجاتيف، اقول له استنى ما اخدش النيجاتيف. تاني نون نيجاتيف، لما ما اخدش النيجاتيف يبقى كل دول من اول الزيرو نون نيجاتيف. مين السمولست؟ تاني اروح البيت اشخبط، اعمل نمبر لاين وافضل اخبط كده بالقلم عليه، نمبر لاين
زيرو في الميدل، 1 لما امشي من ال 1 انتو بوزيتيف، اشرح نيجاتيف 1 وارجع انتو نيجاتيف. لما تقول لي نون نيجاتيف يعني ما اخدش النيجاتيف، فيبقى النون نيجاتيف مين؟ زيرو 1 2 الله، يعني النون نيجاتيف هما الناتشرال. اه طب يلا نلعب تاني. لو قلت لك عايز نون بوزيتيف قول لي استنى، نون بوزيتيف ما اخدش البوزيتيف، يبقى هناخد من اول مين؟ لازم ارسم مشاهدة. ايوه نقول تاني. حاضر. كل ما عايز افهم قلم وفي حتة ورقة وشفط. أنا بتكلم عن مين؟ الانتجر. مين في الميدل؟ 1. لو خدت من 1 ورحت للرايت انتوا ايه؟ أيوة كده. لو خدت من نيجاتيف 1 ورجعت انتوا ايه؟ شكرا. أبدأ بقى ألعب. دول النيجاتيف، يبقى دول اللي ما خدتهمش اسمع يابا انا النون نيجاتيف، دول بوزيتيف، يبقى لو خدت من الراجل الزيرو ورجعت النون بوزيتيف. اتعلم افهم انتوا النيجاتيف يبقى الباقي كله نون نيجاتيف، انتوا بوزيتيف يبقى الباقي كله نون بوزيتيف. عندك طريقتين للشرح، ما ينفعش نطور اكتر من كده، المفروض ان انت عليك دور تذاكر. تعالوا حبايبي كده نكمل بقيه افكار اللي على الانتجر. بيقول لي نايزر بوزيتيف نور نيجاتيف، مين الراجل اللي هو لا في عيله البوزيتيف ولا في عيله النيجاتيف؟ يبقى هي دي المذاكره. نايزر نور، لا هو بوزيتيف لا هو نيجاتيف. تعال نشوف فكره تانية. كلمه بتوين يعني انكلودد، يعني محشور. بتوين نيجاتيف 3 و 2 اقول له استنى، ادي نمبر 9 ادي نيجاتيف 3، هبتدي اطلع لقدام اطلع لقدام اطلع لقدام. نيكست نيكست. بص بقى، لما اقول لك بتوين يعني مش هاخد نيجاتيف 3 مش هاخد ال 2. ايه ده؟ مين بقى المحشور؟ نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1. اكتب اللي انت عايزه. نعيد تاني. بتوين فلان وفلان عملت نمبر لاين، خدت من ال 2 يا اما من ال 2 وارجع يا اما من نيجاتيف 3 واطلع لقدام. طب انا قلت نيجاتيف 3 يبقى اللي قبلها نيجاتيف 2، اللي قبلها نيجاتيف 1، اللي قبلها 0 1 2. شكرا. لما اقول لك انا عايز بتوين تقول لي يعني ما اخدش ولا 3 ولا 2 ولا 2. طب مين بقى اللي بينهم؟ نيجاتيف 2. ايوه 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 بس حبيبي قول تاني، خد بالك لو سمحت. لما اقول لك نيكست اطلع لقدام ولا ارجع لورا؟ اطلع لقدام. نيكست يعني افطر، يعني بعمل انكريز بزيد. انا بقول لك نيجاتيف 4، بص حبيبي واتعلم ان النمبر لاين ده مهم. ادي نيجاتيف 4، لو انا هرجع كده انا برجع بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 5. هل انت يا نيجاتيف 5 نيكست؟ لا ده انا بيفور، يبقى اروح الناحيه الثانيه عند مين؟ نيجاتيف 3. يبقى انت يا نيجاتيف 3 انت اللي ايه؟ نيكست. نيكست حبيبي. درس النهارده تحاول تحفظه، هتتعب تفهمه، ترسم زي ما انا برسم كده هتعرف تحل من غير ما تغلط. انهي واحدة؟ تعالى يا عم نروح للكراسة اللي بنشخبط فيها. تعالى يا مستر اكتب لي شوية نمبر. حاضر يا عم. ادي زيرو
نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 1 2 3 4 لما اقول لك نيكست او افتر 2 تطلع لقدام ولا ترجع؟ في مشكله يعني باخد اللي على يمينه. ايوه لما اقول نيكست اخد ايه؟ يمينه. افتر يمينه. تعالى يا عم انا عاوز افتر او نيكست نيجاتيف 3 اخد ايه؟ اللي على يمينه. اهو هو ده اللي انا عايزه، اخد اللي على يمينه. مين اللي على يمينه؟ نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 ايه بس ايه؟ ما تقولوش في الزحمه انا بسمع. نعيد تاني؟ لا نعيد تاني. الراجل ده بيقول لي انا عاوز نيكست نيجاتيف 10. استنى يا مستر، اروح جاي اكتب نيجاتيف 10 واكتب حاجه قبلها وحاجه لا. تفتكر هنا اكتب نيجاتيف 9 صح ولا غلط؟ صح. طب وهنا نيجاتيف ايه؟ اهدوا بس اهدوا. يلا بقى لو قلت نيكست اخد اللي على يمينه ولا على شماله؟ شكرا. افتر على يمينه، بيفور على الشمال. نقول تاني؟ طب تعالى نرجع للمسألة. أنا عايز فين مسألتي كانت؟ بيفور نيجاتيف 10. استناه يا مستر. بيفور نيجاتيف 10. آدي نيجاتيف 10. قبلك نيجاتيف 9 وبعدك نيجاتيف 11. بيفور أطلع لقدام ولا أرجع؟ أطلع على يمين. على يمينه ولا على شماله؟ يمين. شكرا حبايبي، على شماله حبيبي. أنا بيفور يعني برجع. أفطر بطلع لقدام، يبقى أدي نيجاتيف 10. لو مشيت كده يبقى ده اسمه أفطر. على يمينه. لما تقول لي بيفور أرجع. على شماله. قلتي؟ متأكدين؟ لازم حبيبي تروح تلعب اللعبة. أفطر أقول على يمين، بيفور أقول على شمال، وأكتب نمبر على يمينه ونمبر على شماله. يعني يا مستر أروح البيت أقول تاني أهو. طريقة المذاكرة لاين زيرو في الميدل 1 2 3. طب أنت حافظ اللي بالعربي، سوري حافظ البوزيتيف، اروح جايب الزيرو كده والعب بقى ده نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. كمل اكمل عشان اتعلم العب. لو انا خدت الراجل ده وقلت لك افتر نيكست امشي ازاي؟ شكرا. عايز بيفور اخد على شمال. فانت لازم تكتب، اكتب يا عم شويه وافضل قول المذاكره بالكتابه والكلام. مش هتعمل كده هتنسى. تنسى ليه؟ عشان انت مش عايز تتعلم صح. اقدر بقى دلوقتي ادخل على افكار تانيه. تعالى نلعب. الراجل ده بيقول لي ريبريزنت. يعني ايه يا مستر؟ قال لي انا هدي لك نمبر زي ال 12 زي ال 10. حضرتك كل اللي انا عاوزه منك يا تقول لي بوزيتيف يا نيجاتيف. ايه ده؟ طب واعرف ازاي؟ تعال نقول لو لقينا كلمه بلو. كلمه بلو. بلو تحت ولا فوق؟ اب ولا داون؟ حاضر، يبقى بلو يعني داون. وطالما داون ابقى انا بالايه؟ نيجاتيف. اوعى تقول ماينس. قول تاني؟ اسمع بقى الكلمة دي ما سمعتهاش قبل كده. withdraw. بابا راح البنك. بص كلمة ايه؟ from. خد ولا حط؟ خد. خد يبقى withdraw سحب. سحب تبقى positive ولا negative؟ واكتب ال 6000. طب معلش تاني، التري الشجرة بتبقى up ولا داون؟ يعني كلمة هاي up ولا داون؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟
سمعت نيجاتيف معرفش سمعت ايه اول مره اشوف شجره بس ممكن ايامكم فورورد يعني افتر يعني نيكست يعني انكريز شكرا يبقى بوزيتيف ما بكتبش البوزيتيف بس ما احطش العلامه بتاع النيجاتيف ديبوز ده معناه وين حد كسب حد كسب ربح فايده خد من البنك بوزيتيف مش لازم اكتب بوزيتيف مش لازم لوز نيجاتيف جين يعني ربح وين وتكتب النمبر تعالى يا مستر بسرعه دخلني على لعبه حلوه قوي دلوقتي اللعبه دي بتقول انا اسمي اوبزيت اسمي ايه اوبزيت لا وليا اسم تاني اديتيف انفرس استنى لو انا عملت النمبر لاين ده اللي انت شايفه ده في نمبر في الرايت في نمبر ده 1 ده نيجاتيف 1 ايه اللي انا ملاحظه واحد في الرايت واحد في الليفت زي بعض اسمه اسمه اوبوزيت بالبلد يعني عكسه فلو انا 1 يبقى الاوبوزيت يلا نلعب لو هنا 2 الاوبوزيت لو انا هنا 3 الاوبوزيت لو هنا 4 الاوبوزيت طب ولو انا بقى نيجاتيف 5 الاوبوزيت 5 شكرا يبقى الاوبوزيت لو كان بوزيتيف يبقى نيجاتيف لو كان نيجاتيف نقول تاني نقول تاني لما بتسكتوا عارف ان انتوا خايفين تردوا مش اكتر بس طبعا الاداء لو حد قال لك الاي تكتبها بكام؟ 3 ايش عرفك؟ انا اهو ايه فضلت تعيد وادي شكرا عكسها يب. ما اقولش بقى عكسها يا حلو ما اقولش عكسها اقول الكلمه اللي انا هبقيها في الامتحان اقول الاوبزيت يبقى هقول له كام؟ ها؟ اهو كلهم تنحوا كلهم خافوا يبقى انت بتقدم في مالطا يا حبيبي ال 3 دي بوزيتيف يبقى الاوبزيت بالنيجاتيف لو كان نيجاتيف يبقى الاوبزيت بالبوزيتيف برضه هنفضل متنحين وساكتين ما شاء الله والله بجد ما شاء الله عليك وانا لو لقيتكم بالشكل ده هحكوا عليا هرجعكم لحصه يوم الجمعه اضمكم مع بتوع يوم الجمعه واللي مش عايز ما يجيش وقف الفيديو